يتفضل الآن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإعلان عن بدء فعاليات البطولة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي في البداية أن أنا أرحب بكم جميعا من هنا من مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة، ضيوفاً أعزاء في وطنكم الثاني مصر، متمنياً لكم جميعاً التوفيق. واسمحوا لي أن أنا قبل ما أبدأ ويعني أطلق الافتتاح أن أقول لكم أن إحنا من سنوات قليلة مضت كان المكان اللي موجود اللي إحنا موجودين فيه ده كانت أرض فاضية خالص، وكان حلمنا ان احنا يبقى عندنا يعني منشآت رياضية تليق بمصر وبمكانتها وبشعبها، وكان حلم. والحمد لله رب العالمين خلال يمكن 5 سنين بقى موجود كل المنشآت اللي احنا بنحلم بيها لمدينة أولمبية ممكن يعني يتم فيها تنظيم كل البطولات والمسابقات الدولية طبقا لكل المعايير بتاعة الاتحادات المختلفة. احنا بنتكلم مش بس على هنا الفروسية النهاردة، لا، احنا بنتكلم كل المسابقات، كل الرياضيات المطلوبة موجود لها منشآت تليق بهذه المسابقات على المستوى الدولي. مش عايز اطيل عليكم، بهني مصر وبهني شعبها وبهني أنفسنا، وكمان بهني أشقائنا العرب على أن احنا يعني يبقى لدينا في بلادنا العربية منشآت رياضية تليق بشعوبنا. يعني برحب بكل الوفود العربية مرة تانية، بشكركم على حضوركم وأتمنى لكم التوفيق في بلدكم هنا في مصر. احنا سعداء بوجودكم معنا، ونتمنى أن انتم مش بس على قد حتى فعاليات البطولة، ولكن أيضا يكون من ضمن التنظيم فرصة ان احنا نعطي اشقائنا فرصة لان هم يشوفوا جزء من اللي احنا على الاقل في العاصمة وبعض المقاصد الاخرى. مرة تانية برحب بكم وبشكر كل اللي ساهم في اخراج المنشآت ديت والمدينة ديت وغيره وغيره في قد اللي احنا بنتكلم فيه ده، منشآت ضخمة في كل مكان. فبشكر اللي عمل كده وبهنيه على النجاح، وانا بتكلم على الشركات المصريه وبتكلم على المسؤولين المصريين هم اللي عملوا ده بفضل الله سبحانه وتعالى. ف على بركه الله، واسمحوا لي ان انا اعلن افتتاح البطوله العربيه العسكريه للفروسيه، واتمنى لكم جميعا التوفيق. شكرا جزيلا.